الشيفنج كويس. بنيجي هذا الخشب ممكن يكون نستخدم طريقتين للشيفنج للتغطيه، اما خشب في 10 في 2.5 او الواحد اكتب بلاي وود اللي هي 60 في مترين وردي. تمام، نيجي احنا نطبق هذا. استخدم بشكل كويس الفير فيس. هذه اول لوحه بتنحسب ان هي البيب اللي بدها ترتكز على السبورت اللي هنا. تمام، لأن مش فيها فيش فيها استقامة. الآن هذا أول لوح بنحط له وراء قطع أفقية عشان تضبط موقعه مكانه. هذا الوجه وجه البقول، هو أكثر حاجة أنا بدي أحافظ عليها، هذا وجه البقول من تحت. فأنا بكون عامل حسابي لما أجي أشتغل في الطوبار وبدي أشيك كمان على الطوبارجي، بروح بقول لي احيانا هذا المقاس تاع وجه الخشب من برا او من جوا، لانه هذا خامته 2.5، فبدي اكون عارف ايش اللي بقيسه، وجه البطون من برا او من جوا. كويس، هذا اللوح الثاني مثلا. طيب عنده شوية راح يميل، ايش بدنا نعمل؟ اشكالات في بنسميه دائما البريسنج او الشيء المائي. ندقه بمسامير؟ والله انت فكرت اجيب لك مسامير شعر، بعدين قول لنا هيك اسرع. الان ايش اللي بصير في الطبار؟ هذول المورنتين خلينا نفهم. نعم، عوارض الفتح الثاني. نعم، وين عوارض؟ هذا اسمه مورينا 5/10، مورينا 5/10 منتج بعض. الان ايش اللي بصير بعد ما انا اخلص وجه؟ بكون عملت حديد التسليح، الوجه الثاني بدي اسكر فيه زي هذا. في التصميم بيحدد لي قديش اعمل ايش الخشبه هذه مقاسها وتبعد عن هذا قديش، والسلك اللي بده يربط الخشبتين ايش نوعه وقديش خطره وكل قديش. عرفتوا كيف ايش بصير في التصميم تبع الشده الخشبيه؟ هيك كملنا. طيب الآن المسافات، هذا زي ما حكينا حسب لا كالكوليشن اللي لما يطلب مني سواء مهندس مشرف أو مقاول تصميم الشدة للحيط، اللي الأوتبوت تاع التصميم هو عبارة عن إما بكون عارف أنا الخشب الموجود في البلد 5/10 و2.5/10 موجود عندي في البلد، او لوحده 240/60 مطلوب مني احدد في التصميم كل قديش بدها تكون نقطه الارتكاز تبعت الخشب او تبعت اللوح الدك. هذا اللي انا بحدده في التصميم. احيانا بعمل عمليه عكسيه، بكون انا في عندي فورمز، هذه الشركات بتكون جاهزه عندي، هذا التطبيق بيكون عباره عن فورمز حديد. وبالتالي لما انا بحسب هذه الحيطه كانت 20 في 40 في 200، فبالتالي بستخدم مقاطع ثانيه غير ال 5/10، ممكن استخدم مقاطع اكبر. فبدي اكون عارف خصائص الخشب، خصائص الحديد، قوه تحمله، عشان في الاخر هذا بده يعمل لي بندنج مومنت، بدي اعرف ارسم البندنج مومنت لهذا الشكل جمع اذا عرفت البندنج مومنت تبعه بعرف بحدد السايز تبع السبورت عكس المره الاولى. احيانا يعني في بكون عندي المقاطع معلومه وبدي احدد مسافات، او العكس بكون عندي مسافات
جاهزة في مقاطع جاهزة حللها السايز وأحدد إيش أنا السقف عالميا الخشب معروف قديش الزيت تبعته له قصص تانية يعني في فاكتورز معرفة الخشب الأبيض الخشب الأحمر الستاندر لكل بلد هلا احنا عندنا هذا مجهول مش محدد فبنضطر زي ما حكى الباشمهندس نهاب بدون نختبره الان هذا حديد التسليح ما هو بيجيش مره واحده احيانا في بيجي ستيل ميش بسموه لا اللايت ستراكشر بيجي زي هيك جاهز لكن احنا بنيجي بنحطها للتطبيق هنا وبكون انا عندي الطبقه الاولى جاهزه بدي احط الطبقه زي ما حكينا طبقه الحديد الثانيه واجي اسكر في وجه الطباق من الناحية الأخرى التسكير عاد بيصير في عدة شغلات الآن راح نبدأ نشرح الآن هذا الحديد يا جماعة الميزة المهمة جدا إنه ما يضربش في الخشب هذه واحد التموضع تبعه زي ما حكينا إنه يكون في الاتجاه الأفقي صح وفي الاتجاه الرأس صح ما يضبش على بعضه طب ليش بكيف ناش اللي غير يضب على بعضه لا اللي قلنا عليه تقول لا ده نسيته بنعمل المونتاج اليو هنا وبنعمل في الجناب اهم حاجة المونتاج هنا في هذه الشغلات الجناب من فوق وفي القاعدة اذا كان في جزء بارز برضو بعمل للأطراف في القاعدة وبالتالي الآن أنا صار عندي الخشب الطبار من برا جاهز طبعا بعمل له يعني تثبيت مؤقت دياجونال بشكل مائل نعمل بشكل مائل تثبيت كويس هذا التثبيت بكونش فول فيكسيشن بس عشان أوزع عليه الخشب لما نيجي نخلص من موضوع الحديد اللي مسامير ولا اسلاك هنا لا مسامير بنلاقي انا مسمار هنا بكون مثبت في الارض وانا طبعا واحد بعد واحد بعد هيك راح بجيب عمليه تثبيت نرجع الان لموضوع الشرح